الحركات هذه اللي ما لها داعي خلها على جنب. وراح اختصر الموضوع. شهد علمتني بكل شيء. وهي تدري انك جايه هنا؟ لو تعرفها زين مثل ما تحاول تقنعها كان عرفت ان شهد ما تحب اي احد يتدخل بخصوصياتها. عموما للحين ما جاوبتني على السؤال. ليش اختي؟ استاذ حور، هذه الامور ما فيها ليه. ما في شيء بالدنيا ما له سبب. صح، بس الا الحب. وعلشان اختصر عليك الطريق، انا حبيتها. وهالحب ممنوع ومرفوض لانه ما راح يضبط. على فكره انا ما اتهمك بالكذب، بس كرهكم لعيلتنا اللي ماشي بدمكم وماخذينا وراثه مستحيل تطلع منكم كلمه حب صادقه لاي احد فينا. واذا كنت ناسي الماضي اللي بيننا وبينكم بسيطه وسهله، روح اسال ابوك او اي احد كبير فيكم، اكيد بذكرك. انا عمري ما نسيت. صحيح اني ولد الخطوان، بس هذا لا يعني اني اعادي اي شخص لمجرد ان جدي كان عنده عداء معه. والله معقول الموضوع لهالدرجه سهل وينتهي بجمله بسيطه؟ يعني خلاص ما لنا دخل بالموضوع، واللي راح مات ويلا ننسى كل شيء، صح؟ ويجي ابوك البيت عندنا ويخطب لك شهاد ونعيش مبسوطين ونسوي عرس ونفرح. أدري إنها مو بسهلة، بس هذه المعركة مو بمعركتي. حلو. تقدر تروح تواجه أهلك بهالكلام وتقول لهم ما أنا مالي دخل بالمشاكل اللي بينكم وبينهم، وأنا أبي شهد البهيتاني. تتجرأ تروح تقول هالكلام المنصور اللي جاء شركتنا وهددنا وصارخ يوم حرق الآليات؟ منصور حر بحياته وبطريقة تفكيره، أنا غير منصور. لا، مو هو على كيفك، والموضوع مو هو باختياري. عمرك ما راح تقدر تكون غير منهم وفيهم، وشهد ما تقدر تكون غير بنت البهيتاني وبس. ممكن أعرف أنت لوين بتوصلين بالضبط؟ أبي أوصل للآخر، للنهاية اللي ما سويتوا لها حساب لا أنت ولا هي. عايشين لقصة حب وغرام ولا كأنه صاير شيء. عجبتكم لعبة قيس وليلى والأكشن والحب الممنوع اللي قاعدين تسوونه؟ أشوفك ساكت. طبعاً أكيد ما عندك جواب. تدري فهد، بعطيك إياها من الآخر. شهد مريضة بالقلب، وأنا متأكد أنها قالت لك على هالموضوع. واللي بحذرك منه شيء واحد، انتبه تكسر قلبها أو تكهرها، لأن المغامرة اللي أنتم ماشيين فيها نهايتها كسرة قلب عليك وعليها. هذا إذا فعلا تحبها.